عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الى ارض الوطن بحفظ الله ورعايته امس بعد زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة بدعوة من اخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اجرى جلالته خلالها مباحثات مع فخامته تناولت العلاقات التاريخية الاخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين بالاضافة الى الاوضاع الراهنة في المنطقة والتطورات المستجدة على الساحتين الاقليمية والدولية رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال